يعني انت متاكد ان رشا ما رجعت لهمش بعد ما هربت من المستشفى؟ بصراحه يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن موضوع المستشفى ده خالص، بس انا اتقص لحد ما عرفت ان ريتشارد اللي بيحمل وادي اللي كانت مستخبيه عنده يعرف حد من الجاردات تبعي، وانا قعدت معاه وعملت معاه قعده صلح ورسيت منه على كل العباره. هي هربت فعلا ومش عارفين مكانها، والان احمل كده يا باشا ان الواد اللي كانت عنده ده بيلعب في البودره، علشان كده نقل مكانه اول ما احنا وصلنا للطريق. بس انا زي ما قلت لسعادتك في الرساله راقبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد. هي البلد فيها ناس حقيرة ولازم تنضف منها. ايوه مريم. افندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الاوضه؟ طب تعالي وريني هيجي منين الصراصير عندنا. بس فين؟ انا مش شايف حاجه. انا على السرير مفيش حاجة. مريم مفيش حاجة مفيش حاجة. تصبحي على خير. عبد الحميد، عادل عبد السلام، الشهرة مودي، العمر 35 سنة، أعزب، يحمل جواز سفر الرقم. إيه يا عبد الحميد؟ تحب أقولك عبد الحميد ولا مودي؟ استنى إبراهيم ما تكتبش. تيجي ندردش الاول كده قبل ما نخش في الجد. ايه كميه الكوكايين اللي هو عندك دي؟ جالك ازاي ومنين؟ انا قلت لحضرتك انا ما اعرفش عنها اي حاجه. يعني لقوها في البيت ازاي؟
انا مأجر الشقه دي لسه جديد. ممكن يكون اللي قبلي نسيها فيها. اللي قبلك سايب فيها كميه الكوكايين دي؟ حضرتك انا تاتو ارتست مش تاجر مخدرات. بس الضابط بيقول ان لو ادوات تعاطي في فصاله الشقه واني لو في ملابسك الشخصيه تذكر كوكايين. ممكن سكارة؟ ممكن طبعا. اتفضل. حضرتك انا بشتغل تاتو ارتست. طبيعي ان انا يبقى عندي ناس بتيجي عندي الكلاينتس بتوعي كلهم بياخدوا حاجات زي كوك وحشيش بيشربوا، ده طبيعي ان انا اوفر لهم الحاجات دي عندي في المعرض بتاعي بشتغل فيه. وساعات باخد كوكايين كل فين وفين، مش هنكر الحاجه اللي حضرتك لقيتها معايا بتاعتي فعلا، بس هي استعمال شخصي مش اكتر. انا ما بعملش كده على طول، ومش مش ريجولر يعني، او مش على طول باخد حاجه كده. انا اليومين دول باخد كوكايين ساعات يعني عشان عندي مشاكل نفسيه خلياني اعمل كده، بس انا مش تاجر مخدرات حضرتك. يعني انا بضيع وقت معاك صح؟ انا قلت اللي عندي. انا فعلا غلطان. طب اطفي السيجار. نعم؟ اطفي السيجار. نتكلم بقى جد. سين يا صباح الخير. مريم عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي. وملك مراتي بحبها وهفضل احبها. انت عارفة؟ أنا زمان كان نفسي يبقى عندي أخت سري يكون معاها. تشكي همومها وأحكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت أوي إنك موجودة. واعتبرتك أختي. فرحت أوي إن عندي عيلة. مفيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه وملك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. فندم. عايزة تمشي؟ سافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا هحجز لك تذكرة. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك. يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي. ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر. انت
طب والله والله يا نديم بيه وريك عليا حلفان. انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك، يعني مثلا تجيلي بيتي تطلبها مني بيتي، ايوه، بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا امرني يا فندم. طلبات حضرتك ايه؟ انا ماليش طلبات، انا عاوز حق ربنا. اللي هو ايه يا فندم؟ شوف سعادتك، انا اخويا الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فهمي بعد اذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيله، يا ريت تقول لي طلباتك ببساطه. ما أنا عارف سعادتك إن وقت سعادتك مش ملكك، أنا عارفها كويس قوي، بس ياريت برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفهم سعادتك الموضوع من أساسه عشان تبقى على نور برضو. مالوش لزوم يا فهمي بيه، خلاص إحنا بقينا أهل، قولي طلباتك وأنا نفذها لك. هو سعادة البشر ربنا بيقول إن العم يرث التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت، يعني تقريبا انا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشويه فك بس. شفت بسيطه ازاي؟ والله بسيطه، شفت ساعتين بين بسيطة جدا. والله بسيطه يعني، بس هي بنت اخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح، اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام يا سلام عليك، والله عمر نظرتي ما خيبت فيك ابدا، ابن اصول صحيح. فهمي بيه، مريم وملك ولاد اخوك يعني ولادك. أيوة. والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ، ربنا يديم معروف يا فندم، وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمه جري هخلي المحامي يتنازل ان شاء الله. وانت وافقت؟ موافقش ليه؟ الواد ده موافقش ليه يا ابني؟ الراجل عارف ومتاكد ان مراته مزوره. اه ايوه، فخاف عليها تتفضح. بعد جابني وقال لي اللي انت عاوزه، وراح مديني اللي انا عاوزه، وقال لي يا دار ما دخلك الشر. فهمت؟ موافقش ليه بقى؟ انت فاكر ان هو عمل كده من وراها؟ ابدا. وهي المشكله هي تعرف ولا هي ما تعرفش؟ المشكله انت ازاي توافق؟ قولي كده يا نادية. نعم. ماشي الواد ده من قدامي عشان ده هيعصبني وهديله بالبنية في مناخيره على طول. يا ابني يا ابني، ويرفض ليه؟ يرفض ليه؟ ده حقنا وعدل ربنا، عدل ربنا. انتوا شايفين كده؟ ايوه. انتوا شايفين ان ده عدل ربنا؟ ايوه. يالا يالا، ابوك دلوقتي معاه فلوس تعيشنا ملوك العمر كله، وطز بقى في الباقي احنا مالنا. طز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا؟ مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفتريه. احنا مالنا بيها؟ تتطلق ما تتطلقش، تتهبب ما تتهببش، مريم خلاص شيلها من دماغك خالص، خلاص مريم خلاص. الا اذا الا اذا جات لك لحد عندك وبكت وقالت لك طارق ارجوك يا طارق اتجوزي، في الحاله دي بس هقول لك طارق يا ابني اتكل على الله واتجوزها.
ليه؟ لأنها برضو مهما كان بنت عمك لحمك ودمك. واللي يهمني أنا بقى في الموضوع فوق ده كله يعني إنها ساعتها هتطلب القرشين اللي هي شايلاهم مع أختها، ويبقى زيادة الخير خيرين. طارق يا ابني استنى، رايح فين؟ سيبك منه سيبك منه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتفضل. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت لك من غير ميعاد. يا راجل اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، ده بيتك. اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا شفت الوالد النهارده. حقيقي؟ هايل. الحقيقه انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا جات لي مسج من ساعه مريم بتقول لي فيها انها سافرت. هي لسه هتسافر؟ لا يا فندم، سافرت. لا انا لسه كنت بحجز لها النهارده. استاذ نديم، مريم في بيروت. فندم على فكره هي بعت لحضرتك مسج على موبايلك بتقول لك فيها انها هتسافر. لا انا ما عنديش مسج جات لها. ما هو واضح جدا ان حضرتك ما شفتهاش، عشان كده هي طلبت مني ان اجي وابلغ حضرتك. اه في مسج فعلا. حضرتك عندك فكرة هي بتعمل ايه في بيروت؟ كل اللي انا اعرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني. خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خالتها. شو قلت لك بيتزا اسرع؟ بيتزا ايه يا عم انت؟ بطلب سوشي كده كده شوية هيك على طول. طب امسك امسك. امسك الحتة دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم، ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا وبلاش. انت حر. عاوز سوشي بس. عاوز سوشي بس. بقولك ايه؟ تبقيت محلوية قبل من دول كده ليه؟ ما تجيبي 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من ولاية اياها؟ اه ده احنا جبنا نق. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن بديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخة. خش يا ابني انت، شوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط يعني. انا خالد الليس يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين. يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجه دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره. تقدر تلاقي حشيش. الواد ده مثلا كان بيشم من شويه بودره. بس يا ابني دخل البيت. يا عم ايه؟ ما بس الباشا حبيبي، انا الباشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره وتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيح فيه ومتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه لا ما اعرفش حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. النيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك يعني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ وريني. ده لله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجه دي حرزوا له كل حاجه تلاقوها. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا ياخذوا يا فندم، حضرتك فاهم الموضوع غلط. من الصبح هات اي حاجه والنبي، انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه. طب هات سيجاره حتى يا موز يا قمر. طب اجي معاك؟ اجي معاك. انت قمر قوي كده برضه. طب متشكرين لك قوي.
اتفضل يا فندم. البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي. ده واجبنا يا فندم، وعايز أقول لسيادتك كمان إن أنا بعمل مركز طبي عالمي جوه المدينة. هيشرفني جدا إنك تفتتح. أكيد طبعا، أكيد. ميرسي يا فندم على حضورك. العفو، العفو جدا. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. لو سمحت يا باشمهندس، ممكن نعرف مدام رشا محجوب مختفية فين؟ امشي يا ابني، امشي. ما اشوفش وشك في الشركه، تاخدي اجازه طويله، تسافري بره مصر. والله العظيم لو مش شايل لي خدماتك معايا انا كنت عملت حاجه تانية. ما اشوفهاش في الشركه يا جماعه. ما خبيش عليك الدنيا معكوك على الاخر، قضيت سلاح بدون ترخيص والدم اللي متبلغ عنه وشويه بلاوي تانيه كتيره قوي. انا معلش تطبخ يعني سنه مع الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي، وانا برضو اللي هعرفك بقى شغلك. انا مش عايز اقول لك، انا لقيت الفيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. لا بس بس ما تسكب بقى فيديو وتبقى مش هم. والله العظيم من مش بقول لك معكوكه يا عم. معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا، ده واحد شبهي والله العظيم. شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام، اللي طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار طلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا ليسي، بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ هينفع. عارف الوليه اللي اسمها ملك الجرحي؟ اه. احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيضطر، ما عشان خاطر نادين فخري. ايه وده ينفع كده يا ليسي؟ اه ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نادين فخري هو اللي يجي يطلعني، انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعني. هاي عبد الحميد، راجعت نفسك وناوي تتكلم ولا لسه عند موقفك؟ على العموم تحريات المباحث جات لنا، واحسن لك تتكلم. انا قلت لحضرتك كل حاجه. انا ما اعرفش حاجه عن المخدرات اللي كانت في الشقه دي، اكيد حد حطها لي. يا راجل انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معايا. انت طلعت دولي، مش الانتربول طلبك؟ هربان من قضيه في امريكا ومختفي هنا وما بتظهرش خالص وما معكش تليفون محمول، والبودي جارد اللي بره هو همزه الوصل بينك وبين زباينك، وقال عامل نفسك بتاع تاتو وانت بتبيع لهم كوكايين. انا كل ده؟ ايوه انت كل ده، وحد من زباينك اتمسك واعترف، ومش بس بالتاجر، ده انت بتجلب مخدرات من بره ودي لوحدها فيها اعدام. لا انا مش بعمل كل اللي حياتك بتقوله ده، مش انا خالص، مش انا. امال مين؟ دين الامان ولا اقول لحضرتك؟ وفي امان اكتر من نيابه؟ انا فعلا كان علي قضيه في امريكا وهربت، بس القضيه دي ظلم. اللي هربتني من امريكا تبقى بنت مرات الراجل اللي انا كنت بشتغل عنده. مين هي دي بقى؟ ملك الجرح. هي اللي قالت لك تقتل؟ ايوه يا فندم، هي اللي قالت لي اقتل، والموضوع له علاقه برجل اعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول اي اسامي عشان تعمل بلبله وتضيع وقت؟ لا يا فندم، بحضرتك انا اللي اعترفت لك ان انا اللي قاتل، بس مش لوحدي، ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجه. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقه ولا الحقيقه كلها؟